فرحان بزاف بهاد التوشيحات ديال صاحب جاري الله ينصرو، وهذا يحفزني ويخليني فرحان بهاد الانجاز اللي درت، وان شاء الله يعني من القدام يكونوا انجازات جداد ويكون خير ان شاء الله. يعني هاد التوشيح الملكي هو واحد بمثابه الشريف ليا، يعني وكيعطيني واحد الدفعه باش نزيد نجيب ميداليات للمغرب ان شاء الله، ونزيد نزيد نطلع في المستوى، باش المستوى ديال الكاراتي سورتو دابا راه دخل الالعاب الاولمبيه، يعني في 2020 باش نجيبوا ميداليه ان شاء الله اولمبيه للمغرب، فهاد الوسام هذا كيعطينا الدفعه باش نخدموا ونزيدوا لقدام. سعاده لا توصف، يعني هذه حاجه باينه رغم الجوائز ورغم الحمد لله يعني الانجازات اللي قمنا بها، ولكن هذا النهار غادي يبقى راسخ في الذهن ديالي، لان اي واحد كيتمنى انه يتوشح من طرف سيدنا حاجه اللي غاليه علينا بزاف، وانا جيت سعيد بزاف وفخور، وكذلك حتى العائله ديالي فخوره بزاف، وبالعكس هذه دفعه للامام باش نمثلوا بلادنا احسن تمثيل، واننا باش نتقدموا بزاف في الاعمال ديالنا ان شاء الله. احساس ما يمكنش نوصفه بالكلام، لان اصلا غير الحلم انني نوقف قدام سيدنا هذا كان واحد الحلم كنت كنتمنى حياتي كلها، عاد التوشيح حقيقه انا فرحان بزاف بزاف، كان هذا التوشيح لكل الفانز ديالي، الام ديالي، وليداتي، الزوجه ديالي، وطبعا تلميذي انسات. طبعا هذا شرف كبير وطموح اي فنان انه يوصل لهذا التكريم الرائع من سيدي صاحب الجلاله نصره الله، والحمد لله انا فرحانه بزاف، وكنتمنى انه دائما نقدم اعمال تكون مشرفه لكل شيء المغاربه. شكرا. يعني القمه، اي فنان او اي يعني مجتهد في اي مجال كيطمح انه يشوف سيدنا مباشره ويتعلق له وسام، فهذا شيء كيشرفني وكي يخليني نكون أكيدة أنني على خطى راضي عليها صاحب الجلالة نصره الله. كاين لي بزاف ديال الحاجات، أن اختيارات ديالي كانت الحمد لله صائبة، كتبان من رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الوالدين ديالي ورضا جلالة الملك اللي في عيد ميلاده أبى إلا أنه يوشحنا وهو يهدينا، فأحلى هدية حصلت عليها اليوم وغتبقى مرسومة في الذاكرة ديالي كنهديها للأم ديالي ولولدي آدم. أنا فرحانة بزاف مقدرش نعبر برفع، وكان هذه المغاربه اللي ساندوني، الجمهور اللي كان واقف معايا دائما في اي مكان. التوشيح ديال سيدنا بالنسبه لي انا شي حاجه كبيره بزاف، يعني كنت كنشوف التوشيحات اللي كانوا في سنوات اللي من قبل، كنشوفهم وكنشوف الاصدقاء ديالي اللي توشحوا داك الشيء، وكنت كنتمنى شي نهار انني نكون بدوري واحد من هذوك الاخوان، وحان الوقت انه جا الوقت ديالي حتى انا كنت معهم. في الحقيقه هذا شرف ليا كبير، شرف ليا كبير، ومن بعد النزول ديالنا حنا من عند سيدنا يعني صعيب باش نقاد جمله واحده، يعني كاين واحد احساس غريب كنحسو يعني بالفرحه بزاف ديال الاشياء، يعني كتحس براسك بانك على الاقل راه درتي شي حاجه مقبوله وشي حاجه زوينه. هو عنده واحد الرمزيه لا حدود لها، وعنده واحد دلاله كبيره بالنسبه لي كمواطن وكمهني في مجال التواصلي اللي هو التلفزه المغربيه في شقها ديال الدوزان. طبعا كنفتخر وكنتمنى باش نعطي اكثر بالنسبه للمستقبل القريب او البعيد الله اعلم. انت هذا اعتزاز ومفخره، وانا ممتن لهذه الالتفاته المولويه صاحب الجلاله في هذه المناسبه اللي مزدوجه فيها ذكرى ثوره الملك والشعب وذكرى عيد الشباب.